راح يكون مقطع اليوم، راح يكون كنا بنفتح باكجات. بس شنو؟ ما في باكجات، ويانا خبر حيل حلو بالنسبه للبرشلونيين. فبس لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب، سووا الفولو بالانستغرام، طالع قدامكم. ويلا ما بطول عليكم، شهاده ممتعه. يلا يا بونا تكون مدرب برشلونه. Where do I begin? المهم، فالسلام عليكم، معكم من قناة تيفي دوك. لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. تكون جميل اليوم، راجع في فيديو جديد. ما ادري توني داش كذي، حاطين بتويتر انستغرام رسميا رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد. اوكي، خلنا نبدأ اليوم. بقول لكم اشياء والله المتكي تغير. يلا بطل اليوم راح يكون كلام عن رونالد كومان. اول شيء انا عارفه تيم كم متهب، وتشوف هذا شلون يلعب، هاي شو يسوي. عشان اقول عارفه من كون هذا الهولندي عليه شوطات قبل. اوكي شباب، طبعا هذا المدرب مايك درب ايفرتون وساوثهامبتون وهولندا واياكس، يلعب في الدوري درب فرق سهلة يمكن، بس هذيلا. وإذا في عن نصيب ماضي أو شيء نبي، أكيد الكل يعرف كومان لاعب برشلونة القديم. تمام، المدرب درب أياكس وفالنسيا وساوثهامبتون وإيفرتون، أصبح مدرب من عام 2002، صار له 18 سنة. هذا شيء جدا كبير. في 18 هذه السنة ما ياب فيها وايد بطولات، يعني ياب بطولات بس يعني في ناس تقول ما ياب وايد بطولات، لكن من نسبة حقه أنا أشوف إن نسبة حقه 18 سنة يعني ياب بطولات زينة. أما الحين بيكمل برشلونة تمام، يمكن يبني الدوري. كيف؟ صار 18 سنة، المدرب يعطي الفرصة للاعبين الشباب اللي، فهذه فرصة لريكي بوج وفرانكي ديونج وأنسو فاتي ومن وين هذاك؟ في واحد نسيت ما أدري. المهم يعطي فرصة للاعبين الشباب الصغار، هذه فرصة لريكي بوج. هل مدرب هجومي؟ الناس كلها ما بتختلف، تقول هجومي. انا اشوف لا، مو هجومي، هو متوازن بس شوية هجومي. نتفه هجومي. يعتمد على التشكيلات اللي شفناها يلعب فيها كذي من الفريق اللي مدربهم. يعتمد على 4-3-3 و4-2-3-1 و3-5-2 و3-4-3. تمام، تفنون انه يلعب 4-3-3 وهذا الشيء اللي احتاجه برشلونة. اوكي، وهم اذا لعب 4-2-3 هم حلوة هذي. اوكي، 3-4-3 لا هذا مو زينة، 3-5-2 مو زينة، لأن ثلاثة دفاع بس أنا أربعة دفاع مقاعد يسوي شيء. تمام، أول شيء كومان يحتاج هو الفريق، يعني الدربة يحتاج لاعب صانع اللعب ورا المهاجمين للاعبين. ثلاثة هجوم صح كذي، هذا هجوم يحتاج لاعب صانع لعب ورا المهاجمين، فهذا الشيء ممتاز لميسي اللي هو صانع لعب، يتحول من جهة اليمنى لورا المهاجمين ويصنع لعب. يحتاج محور مهندس، هو ما يعتمد، اتوقع لا بلا، يعتمد على محور مزدوج. فيعني هو يحتاج محور اللي هو سي دي ام كامبوسكيت، يحتاج محور مهندس مثل ديونج. يا الله اللاعب شو صغير اسطوري، تو بيتطور بعد، هو شيء اسطورة. اذا تطور ايش بيصير؟ بيصير فييرا.
سيربيير، المشكلة هو هولندي وانا انا كومان هولندي. يحتاج لعب صانع لعب مثل مهندس، يحتاج مثل ديونج بوسكيتس برا برا. عدد ديونج يلعب شيء مكان، بس لما يلعب كذي انا ما انظم بوسكيت خلاص راح يشيله انا ادري. تمام مثل ديونج يحتاج مثل مهندس مثل ديونج. فيعني بس انا مستانس على الخبر هذا. بس ببجي يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. انا مرة ما يعني ما بعطيكم عدد لايكات، بس انتوا ادري قاعدة بتبون فوق الاربع لايك، فوق الخمسة لايك. شوف فرق واحد، فوق الخمسة حبيبي، فوق العشرة لايك. بس تنو يبتوها، تنو يبتوها، بس يبتوها. نبي فوق الخمسة لايك، ها يعني كذي 30,000 لايك. يلا يلا شباب نبي فوق الخمسة لايك، ها تمام. في شباب يعطيكم العافية على المشاهدة، صراحة الخبر جدا استانس فيه. لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة. وبس شباب اتمنى عجبكم المقطع، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، سووا له فولو بالانستغرام اللي طالع قدامكم، ومع السلامة.